ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في فقره النهارده عن اصحابنا الالفين، اصحابنا اللي عندهم شعر، دول اللزاز، دول اللي هم القطط والكلاب اللي هم في بيوتنا. في ناس كتير جدا بتعتبرهم زي ولادها وهم فعلا عاملين زي الاطفال بالظبط. فالنهارده هتبقى معانا ضيفه عزيزه علينا، هي الاستاذه ميره جمال، رئيس جمعيه الرفق بالحيوان. منورانا يا استاذه ميره. ده نوركم. ميرسي يا استاذه ميره، انت منوره ومشرفه الدنيا كلها ومنورانا في هو وهن. التايتل بتاع حضرتك لفت نظري شويه، يعني رئيسه الرفق بالحيوان. هو هيدك احنا جمعيات رفق بالحيوان مشهره من الدوله تبع الشؤون الاجتماعيه، جمعيات خيريه. انا احدى الجمعيات، يعني احنا مجموعه حوالي 6 أو 7 جمعيات مشهره في مصر. انا احدى الجمعيات المشهره دي، فطبعا كل جمعيه بيبقى ليها رئيس بتاعها والفريق بتاعه. فانا رئيسة الجمعيه بتاعت ميره جمال او جمعيه رفق بالحيوان بتاعتي. خطير، حلو جدا. بسي. طيب انا كنت عايز اسالك على حاجه. يعني في حاجه طبعا احنا بنشوفها كلنا في الشارع ومحتاجين ان احنا ننوه عنها ونقول ان ده يا جماعه غلط. يعني احنا بني ادمين والحيوانات دول اصدقائنا في العالم ده زي ما بنسميهم، فما ينفعش ابدا ان احنا نسحل كلب ونضربه نضربه في الشارع بدون اي سبب او بدون اي اكيد. يعني ايه كلب يتضرب؟ يعني ازاي؟ انا مش عارف انت عايشه فين الصراحه. لا انا بشوف ده بس في بعض من المناطق. لا، في كل المناطق. لكن اضرب كلب وحتى لو عندي في البيت، في ناس بيسموهم، في ناس بيقتلوهم. هو حضرتك احنا دلوقتي في عنف غريب جدا ضد الحيوان، سواء حيوانات الشارع سواء الحيوانات المنزليه. لو هنبتدي حته حته، نقول مثلا بدايتها حيوانات الشارع، مش هقول مناطق بعينها، يعني هقول لك المناطق، في المناطق الشعبيه زي المناطق التجمع والرحاب والشيخ زايد والاهرام والهرم والكلام ده كله، كلها بقت سواسيه. بقى في عنف بشري غريب جدا ضد الحيوان. في الناس اللي بتربط كلاب في عربياتهم ويسحلوها، وطبعا اتقبض على كذا حد. في ناس بترمي لهم سم، دي ده بيعملوا جروبات خاصه على الفيسبوك وجروبات على الواتساب علشان يتفقوا مع بعض هنجيب سم الكلاب فين. صح. في ناس كمان في جوه الكومباوندز الراقيه جدا بيحطوا سم للكلاب المنزليه بتاعت جيرانهم. برضو ده عنف غريب جدا. ده لسه حصل مع واحده صاحبتي. قال ايه الكلب بيهوهو ومزعجني، او مجرد ان الكلب فيه كونسبتات كده غريبه مش عاجبه الكلب. يعني مش عاجبني فموته كده مشكله. انا مختلف مع جاري او متضايق من جاري، اموت له الكلب بتاعه. دي بقت حاجات غريبه جدا في المجتمع دلوقتي، لانه مفيش قانون يرضع ده او يجرم ده. ده الشق لو قلنا دي كلاب الشارع. تعالى بقى الكلاب المنزليه اللي بيتقفل عليها بيوت، او القطط المنزليه اللي بيتقفل عليها بيوت. لو اقول لك ان النسبه بتاعه تعذيبها اكتر من 70% اللي جوه البيوت وما بنعرفش عنها حاجه، ممكن تقولي انت بتهوي. دي نسبه مرعبه جدا. نسبه مرعبه، نسبه كبيره جدا. كلاب مرميه في حمامات بدون اكل وشرب، كلاب مرميه على اسطح، على جراجات، بدرونات، بلكونات. احنا طول النهار بنشير وبنحاول ننقذ، بس احنا محدودين للاسف. عندكم هوت لاين مثلا او حاجه ان انتوا الناس تقدر تتواصل معاكم لو انا شفت؟ بيعملوا بوست على الجروبات بتاعتنا فاحنا بنشوفها. اوكي. بتروحوا تنقذوا بقى؟ طبعا بنروح. طبعا على قد ما بيقدر والقانون بيسمح لنا. بيسيبوهم بدون اكل بدون شرب، وبنشوف بقى كمان فيديوهات الناس بتعرف تصورها لجيرانهم، اللي ماسك عصايه بيضرب الكلب. طب بتضربوا ليه؟ جايبوا ليه؟ جايب عشان تعذبهم؟ هو بصي، عشان تقريبا حيوان ضعيف فهم بيطلعوا غلهم فيه عشان مش قادرين يعملوا كده في بني ادمين. يمكن بص انا بؤمن ان اللي بيعمل ده في الحيوان الضعيف بيشور اكيد انه هيعمله في البني ادمين. اكيد، صح، اكيد. أنا متأكد. طيب خليني اكلمك عن، يعني ما كنتش حابه والله اتكلم عن الموضوع ده، بس يعني الموضوع ده استفزني انا شخصيا. اليومين اللي فاتوا شفنا كذا حد، انا عندي على الفيسبوك كذا حد من اصدقائي شيروا صور وفيديوز لإحدى الفنانات بترمي كلب. مش هنقول طبعا هي مين الفنانة. لا مش هنقول. لكن انا شفت في الفيديو ده بس مش فاكر ان دي فنانة. لا فنانة. فنانة هبقى اقول لك بعدين مين. ممثلة؟ طيب لا ممثلت. يعني هي ما يطلقش عليها انسانة اساسا الصراحة يعني. فخليني انت حقيقة الفيديو ده عندك انت، خلينا نعرف ايه بقى الفيديو. احنا فوجئنا بالفيديو ده، حد بيعرضه، يعني سبحان الله ربنا بيكشف ستر الناس. فوجئنا بست نازله من عربيه
كلب جيرمن رجليه الاثنين متكسره. طبعا احنا ما نعرفش الهيستوري اتكسرت ازاي، هل هي حادثه، هل هو اتضرب على ظهره، هل هو اترمى من بلكونه، هقول ايه هيستوري ما نعرفوش. كل اللي شفناه في الفيديو كلب جيرمن غلبان جدا، رجليه الاثنين متكسره بيزحف عليهم، خدته رميته شدته من العربيه رميته جنب الرصيف في وسط الكلاب في الشارع. شفت. في وسط الشارع بقلب بارد بلا مشاعر دورت العربيه ومشيت. الكلب كان عمال يعني اللي هو مش عارف يعمل ايه، بس كان في ناس، في ناس جم في اللقطه دي، شفت الفيديو تقريبا كان في ناس، في ناس اللي هو ما بقوش مصدقين. يعني 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 اللي هو هو ايه اللي بيجرى. اوكي والحمد لله ان ربنا تصور، وطبعا الكلب ده في امان، نشكر ربنا في جمعيه اسمه طلعوا جري عليه على طول. يعني ايه بس للاسف الشخصيه دي مش هي بالذات عموما يعني بشكل عام، ما فيش شتمتنا جميعا بتوع جمعيه رفق بالحيوان باسوا الشتائم. طب هي كان ايه مبررها؟ مبرر صحيح بتقول لك انا هو عيان وانا سبته الولد اخرس. احنا طبعا حضرتك الفيديو يعني ايه ولد اخرس لحد ما اطلع اصلي وانزل له اخده اوديه للعياده. حضرتك اولا احنا في الفيديو ما بيقولش الكلام ده طبعا. الفيديو ده كان انت واخدتيه من العربيه رميتيه جنب الرصيف في الشارع. ايوه انا شفت الفيديو بس ما كنتش عارف الصراحه ان هي فنانه. اوكي طلعت يعني طب ليه جبتيه من الاول؟ حضرتك بتبرري ده بايه؟ تفتكري ايه سبب ان حد ممكن يعمل كده في صديقه اللي عاش معاه فتره كبيره؟ مش كل الناس بتعتبر ان الحيوان اصدقاء. يعني انا في رايي ان الناس الحقيقيين اللي بتحب الحيوان سواء كلاب او قطه دول يتعدوا على الاصابع كوميونتي في وسط ال 110 مليون ما يكملش 10,000. الباقي بيجيب الحيوان لعده اسباب، منظره تسليم. زي ما حضرتك بتقولي لعبه لعبه للاطفال يلعبوا بيها بدل الوي والاتاري لانه ارخص سعرا. الكلب كله بكام؟ 500 جنيه ل 1000 جنيه 1000 ونص. بقى ديكور حاجه مسمينه تحفه تحفه. يعني انا من الكلمات اللي واحده جايبه لي كلب عشان بنتها جايباه بتفرج اصحابها عليه انه ده التحفه بتاع البيت. وبعد كده تسيبه بالايام من غير اكل وشرب، ده ما ده تعذيب. طبعا. طيب هما لما انت ما عندكش ثقافه او رحمه او مسؤوليه انك تربي حيوان بتجيبه ليه؟ عشان تعذبه؟ دي حقيقة. يعني قدام ربنا ده نمبر 1، ده حرام. تاني حاجه ده ضد انسانيتك انت طبعا، انت مش انسان. انت يعني كلمه انسان دي ما تتقالش عليك. صح. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني عايز مثلا تقييم من حضرتك لدور مثلا مصر في الرفق بالحيوان، وهل في مثلا اي نصايح تحب توجهيها من خلال شاشتنا؟ يبقى في مثلا قوانين رادعه ان هي تحمي الحيوانات من شرور الانسان، الانسان الغير سوي طبعا خلينا نقول. هو هتزعلوا مني؟ لا هو ده هيبقى طلب من حضرتك. عادي للتقييم طبعا في دور مصر في رفق الحيوان هقول زيرو او تحت الزيرو. يا زيرو يا تحت الزيرو كمان. احنا الجمعيات محدوده، مفيش قادرين نعمل اكتر من كده لان عددنا ما يكملش 6-7 جمعيات. تاني حاجة بنفاجأ بأنه حملات التسميم وحملات التعذيب اللي في الشارع والسحل أكبر من إمكانياتنا. إحنا برضو كل عددنا قد إيه؟ ما نكملش 20 نفر في وسط مجتمع من 110 مليون. تاني حاجة أنا ما فيش قانون في إيدي كجمعية تحمي أو تعاقب أي إنسان بيعذب سواء حيوان في الشارع او في البيت. فكل واحد عارف انه يعمل اللي هو عايزه في الغلبان ده ومش فيش اي عقاب ليه ولا حتى هيروح اسم، ولو رحتي اسم هيتريقوا عليكي. صح. في انا حصل معايا موقف زي كده. طب انا بس عايز اكمل مع حضرتك الاجابه بتاعت القوانين الرادعه، ايه الطلبات بتاعت حضرتك؟ احنا لينا عايزين اول حاجه احنا بنطالب بمعاقبه وحبس وبالسجن والغرامات لاي حد بيعذب كلب، بيسم كلب، يحض على التعذيب، يحض على التسميم والسحل، وفي نفس الوقت قانون رادع لمنع تجارة وخلفة الكلاب. عايزين نحد من ده بقى. دي يعني مشكلة يعني مش بس الكلاب، الكلاب والقطط طبعا. انا بتكلم على الكلاب، يبقى بالكلاب والقطط لازم قانون رادع يحمي الحيوان من الانسان. انا بقولها كده بالجملة صح علشان نبقى بني ادمين. صح. عشان نبقى بني ادمين.